من البلاد اليوم من مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس المحتلة. هذا المخيم الذي بات اليوم واحدا من أبرز العناوين التي تعاني جراء جرائم الاحتلال واقتحاماته المستمرة، بالتحديد لمخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. مخيم بلاطة وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين يتعرض لاقتحام كل ليلة، وفي بعض المرات تقتحمه قوات الاحتلال في الليل ومن ثم تعاود الاقتحام في النهار. هذه الاقتحامات تتضمن عمليات إعدام ميدانية واغتيال لمقاومين وتدمير للبنية التحتية واستهداف للممتلكات الخاصة للاجئين الفلسطينيين من سكان المخيم. بين الأزقة التي تحتمل منذ 76 عاما عذابات اللاجئين كما تحمل أحلامهم بالعودة، تبرز المعاناة جراء استهداف الاحتلال المتكرر الذي يقول السكان عنه أنه استهداف يريد القضاء على حق العودة في طريق تصفية القضية الفلسطينية. يعيش المخيم نهارا طبيعيا يملأه الحذر، فالاقتحام قاب قوسين أو أدنى دوما، اعتاد حدوثه في الليل لكنه غير مستبعد نهارا. حدث هذا منذ أيام عندما انقلب فرح شقيقة المطارد آدم فراج طرحا باقتحام الاحتلال للحفل البسيط واغتيال آدم. ليس في بلاطة فقط بل في كل المخيمات، وفي مخيمات شمال الضفة الغربية تحديدا، يعتبر التدمير السمة الأبرز لكل اقتحام. فكما في جنين ونور شمس وطول كرم والفارعة شهد مخيم بلاطة استهدافا للبنية التحتية إضافة لاستهداف الممتلكات الشخصية، فدمر مركبات ومنازل ومحال تجارية. أكثر الأماكن عرضة للتدمير كان مول العرايشي، المحل الأضخم في المخيم على بساطته، لم يسلم من التدمير في كل مرة، ومع كل اقتحام يكون الهدف الأول للجرافات العسكرية ودون سبب واضح. يوم يعني أحداث 7 أكتوبر لحتى يعني يوم الجمعة الماضي، تمام، كل فوت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيجي مباشرة، تيجي يعني جرافة من آخر الشارع مع الكواد مع الجبات الإسرائيلية، بتوقف هان بتهدن المول وبتنسحب. يعني من يوم يعني 7 أكتوبر حتى يعني الجمعة الماضية حكيت لك، يعني 8 مرات عندنا استهداف للمول. استهداف احنا يعني بنعتبره اعتبار شخص، يعني كيف استهداف شخصي صار لنا، مش للمخيم، عدا عن المخيم انه استهداف بشكل كامل للشباب وللمخيم وللبنية التحتية. فصار استهداف شخصي انه مجرد انه فاتت الجرافة يعني جاي على مخيم بلاطة، جاي على مخيم بلاطة، جاي على مول العرايشي. يعني حتى كان القنوات الاخبار المجموعات الواتساب والامور هاي والتواصل الاجتماعي صار يعني الخبر الاول مول العرايشي، تمام. ف شو بحكي لك، يعني صارت الخسائر تزيد عندنا، خسائر المادية يعني في النهاية بعوض الله، تمام، فصارت تزيد عندنا. واحنا يعني بنحاول نشوف شو السبب انه يعني جاي جرافة من معسكر حوارة جاي مباشرة من غاد، يعني شو بدك اياه مثلا على مول العرايشي. مول العرايشي يعني مول بيخدم المخيم بشكل عام، بيخدم احنا مواد تموينية، ما بنبيع سلاح، كل فوت لهم بيهدوا عندنا الواجهة، هاي الواجهة اللي عندنا اللي بيستهدفوها دائما. طبعا هم بالاول هدوا الكارما كاملة مع التندة اللي فوقيها، كانت الخسائر تقريبا بحدود 17,000 شيكل التندة مع الكارما لحالها. بيستهدفوا الواجهة هاي، عليها بضاعة، يعني عندنا بضاعة ما شاء الله كاملة عليها الفوف، كل مرة بيجوا بيهدوا لنا اياها. يعني في اكثر من مرة صدفت انه مثلا اليوم زبطناها، يعني في مره من المرات على 2:30 خلصنا، تمام، على 5:30 كان جاي جراف هدت لنا كمان الواجهه كمان مره، كنا معبين رفوف معبين بضاعه وهدوا لنا اياها. الخسائر تقريبا يعني من يوم الضرب الاولى اللي هي باول يوم في شهر رمضان على السحور ضربوا لنا اياها بحدود 65,000 شيكل، واحنا بنحكي يعني في المال ولا في رجال. واهم شيء يعني كيف الناس النظيفه والشريفه في المخيم تضل بخير، والمقاومين الشرفة يضلوا بخير، والمال بتعوض في النهاية. يقول ماجد بأن استهداف محله التجاري ليس إلا حدثا في سياق استهداف المخيم ككل لضرب الحاضنة الاجتماعية للحالة المقاومة التي بدأت تثبت ذاتها مؤخرا وتحظى برضا شعبي واسع في صفوف اللاجئين في مخيم بلاطة. الاستهداف هو يعني استهداف للبقعة الجغرافية كاملة، يعني مخيم بلاطة بتعرف ان المخيمات دائما هي الشرارة الأولى في المقاومة في الانتفاضة في أي حالة. المخيمات وبالذات يعني مخيم بلاطة
الحمد لله رب العالمين، يعني سمعته بالحالة الوطنية ما شاء الله، والشباب اللي موجودين يعني الله يعطيهم العافية والله يحماهم. طبعا الاستهداف احنا بنوصفه انه استهداف للحاضنة الاجتماعية للحالة الوطنية الموجودة. رغم ما حل باللاجئين في بلاطة وبقية المخيمات على مدار الأعوام 76 الماضية، ظلوا متمسكين بأن وجودهم هنا ما هو إلا محطة انتظار على درب العودة، وأمام هذه القناعة يصير كل ما يصيبهم محض اختبارات للصبر والصمود حتى تحقق الحلم بالعودة لمدنهم وقراهم التي هجر أجدادهم منها قصرا عام 48. من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.